الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. إذا حاكمك حاكم من بتحاكم؟ هذا مثل مشهور في كل أنحاء العالم، حتى قبل الإسلام هذا موجود في كتب التاريخ، موجود أن إذا كان الشخص اللي أنت تحتكم له هو اللي يحكمك، يعني أنا شاكي على القاضي روحه، وينقال إذا ما أنصفك، إذا أنصفك أنصفك، الإنصاف موجود. التاريخ قالنا خلفاء الراشدين اشتكوا عليهم، حد من الخلفاء أو التابعين اشتكوا عليهم وحكموا اللي شاكي عليهم، في قصص وايد مشهورة في التاريخ. لكن إذا كان خصمك ضال منك وهو عنده الحكم، هني ينقال هذا المثل، إذا حاكمك حاكم من بتحاكم؟ إذا أنا شاكي على القاضي، ولد القاضي مخرب عندي شيء معين وأنا بس أشتكي عليه، بشي قبل أخذ حكمي من أباخذ؟ ما بيعطيني إذا هو مبريال منصف زين. وطبعا هذا ما ينقال المثل إلا يوم يكون الخصم هو الحكم وهو ما أعطاك الحق. يوم ما يعطيك الحق يرد الشاكي ويقول هذا الكلام، قالوا له يبت حقك شو بسوي أنا، إذا حاكمك حاكم من بتحاكم مثلا. والموضوع ينطبق مو بس على الشكاوي، الموضوع ينطبق في الحياة اليومية في البيت ويا حرمتك ويا غيره ويا. على سبيل المثال لو واحد يبغى يتزوج وحدة ثانية وقال الشور عند حرمك، كيف بتقبل؟ وين بتعطيه؟ ما بتعطيه مع أنه حقه لكن ما بتعطيه، صحيح؟ فهي المسألة مسألة في الأشياء كلها الاجتماعية اللي تشابه الشغلة هذه، اللي يكون الحق أو القرار عند شخص وأنت بتاخذ من عنده هو الشغلة ما بيعطيك إياها، فأنت تقول هذا المثل، تكون مقولته في هذا المكان. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.